الحمد لله احنا فرحانين بحضورنا في مهرجان ديال مراكش، وهذه بادره طيبه حيت دابخي كورونا 3 تبارك الله ماشي سهله. جينا عاوتاني باش نشوفوا كم السينما شنو دارت في العالم. الناس رغم هذه المخالفه ديال كورونا وهذا يعني هذه القطيعه اللي كانت، فاكيد الحمد لله السينما غتستمر وكتستمر وكتستمر في العالم وكذلك في المغرب. الجديد عندي يلا ساريت التصوير ديال الفيلم السينمائي مع نور الدين الخماري، سميتو ميرا، وان شاء الله ديس العام الجاي نقدروا نشوفوا في مراكش الى كتاب. علاش لا؟ اولا هذه الاضافه النوعيه ديال هذا المهرجان اللي هو في مدينه مراكش، هذه المدينه السياحيه، المدينه الجميله اللي كتوفر على كل المواصفات ديال انها تكون استقطاب محل يستقطب نجوم العالم وكذلك نجوم الغربه، لا من ناحيه سياحيه ولا من ناحيه اقتصاديه ولا من ناحيه جماليه. مراكش تعتبر مراكش. مهرجان جميل جدا اللي كيمشكل مفخره للسينما المغربيه ومفخره للمملكه المغربيه انه ينظم مهرجان بهذا الحجم وبهذا القوه في التنظيم والاشعاع. عندي جلال الدين لون ميتراج دور اول مع سي حسن مجلون، وغيشارك في هذا السيمان الاسبوع المقبل في مهرجان القاهره الدولي، نتمنى ياخذ جوائز. بعد الانقطاع ديال سنتين الدوره 19 نتمنى بانها تكون دوره متميزه وانطلاقه جديده لمهرجان مراكش. بغينا نشوفوا وجهنا في المرايه، نشوفوا السينما الاخرى شنو واقع فيها، نقارنوا راسنا بها، جينا نحضروا واحد مجموعه من العروض السينمائيه، الاخر الانتاجات السينمائيه اللي كاينه في المغرب. الحضور ديالي مع زهور سليماني او ميم طون كنوجدوا واحد العمل اللي غيكون مفاجاه للجمهور ان شاء الله، وفرحان لان هذه تظاهره من التظاهرات اللي كنفتخروا بها، وربما اننا نكونوا نمشيو بعيد لان كل تظاهره وعندها الايجابيه ديالها والسلبيه ديالها، ولكن الايجابيه الكثيره واننا كنشوفوا السينما المغربيه المغربيه ومقارنتها مع السينما العالميه، فرحانين ناشطين ماشطين وكل شيء بخير وعلى خير ان شاء الله. ما انكم تعرفون هذا الشاب الانيق ذو الشعور بدون شعور. المهرجان جميل واللي مصوبوه هو انتوما، الصحافه التي تنقل الكلمه الحق والتي تنقل الحدث الحق، وهذا هو الجميل. اما المهرجان فهو مكسب للمغرب، والمهرجان رغم توقفه الان يطير بجناحيه، هو ربح للمغرب.